طب نروح لمحمد، نروح لزميلنا محمد جمال من الاتوبيس النهري ونشوف بقى معاه احتفالات شم النسيم. صباح الخير يا محمد، وكل سنه وانت طيب، وقول لي بقى يعني الاحتفالات عامله ازاي والناس بدات تنزل ولا لا؟ انا متواجد الان امام المرسى النهري بميدان عبد المنعم رياض. هذه المراكب الموجوده من خلفي بدات في استقبال المواطنين منذ السابعه صباحا للخروج في جوله نيليه للاحتفال بعيد شم النسيم. هؤلاء المواطنين الذين جاءوا من مختلف اماكن القاهره جاءوا إلى هذا المكان للخروج في نزهة نيلية للاحتفال بعيد شم النسيم. هنا يتجمع الجميع ما بين مسلمين وأقباط للاحتفال بهذه المناسبة وسط تواجد أمني مكثف من قبل قوات الشرطة وقوات المسطحات المائية التي تعمل على تأمين كافة المناطق في محيط المجرى نهر النيل والأماكن التي تشهد إقبال وتوافد أعداد كبيرة من المواطنين لهذه المناسبة، مع أيضا مجموعة من المواطنين الذين جاءوا للاحتفال بهذه المناسبة. صباح الخير وكل سنة وحضرتك طيب. صباح الفل وانتم بالصحة والسلامة ومصر كلها طيب. قول لي بقى ليه اخترت نهر النيل تحديدا ان انت تحتفل في شم النسيم في هذا المكان؟ والله احنا كل سنة متعودين على كده، ان احنا نيجي الفسحة بتاعت الاتوبيس النهري بتبقى بالنسبة للولاد حاجة يعني فانتازي كده بالنسبة لهم، فهم بيحبوا الفسحة في النيل يعني عشان نروح بيها جنينة الحيوانات نقضي يوم شوية كده ونرجع تاني. قول لي بقى يوم شم النسيم بالنسبة لك عبارة عن ايه؟ والله هو بداية الربيع وبداية الخير للناس كلها، وده اللي احنا بنتمناه، اللي بقى احنا نبقى كويسين مع بعضينا يعني، يبقى الناس كلها كويسة مع بعضها، يبقى خير، بداية خير علينا كلنا ان شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا وكل سنة وحضرتك طيب. اهلا وسهلا بحضرتك وكل سنة وحضرتك طيبة. خلينا نعرف بداية الطقوس اللي احنا تعودنا عليها كمصريين في شم النسيم والاحتفال في داخل نهر النيل. احنا عن نفسينا احنا بنحب دايما كل سنة اليوم ده نخرجه من بدري، ولازم نيجي رحلة الاتوبيس النهري دون، هم بيحبوها يعني، فدي ده عندنا احنا كده كل سنة ناخد اليوم بتاعنا لغاية مثلا 2-3 كده، بعد كده بقى يروحوا يتغدوا يخلصوا حالهم، عايزين ينزلوا بالليل يروحوا النادي ماشي كده شغال، هو ده كل سنة اليوم ده بتاعنا. أشكرك شكرا جزيلا، مع أيضا مجموعة من المواطنين الآخرين المتواجدين أيضا في محيط الأتوبيس النهري استعدادا بعد قليل من المنتظر أن تصل إحدى المراكب وتقلهم إلى في رحلة نهرية قصيرة من منطقة ماسبيرو إلى منطقة حديقة الحيوان. صباح الخير. صباح القشطة. قول لي بقى ليه نهر النيل تحديدا؟ ليه جاي نهر النيل تحديدا؟ نهر النيل هو الحياة، هو حياة مصر، فدي حاجة احنا متعودين عليها. انا عندي دلوقتي ربنا يديك العمر، انا عندي 70 سنة، انا باجي نهر النيل ده وانا عمري يعني من اول ما وعيت على الدنيا لازم ننزل يوم شم النسيم، ننزل نزور نهر النيل، دي حاجة مقدسة عندنا يوم شم النسيم. المصريين اتعودوا على طقوس معينة بيعملوها في شم النسيم من اول القدماء المصريين، انت ايه الطقوس اللي انت تعودت عليها؟ هي طبعا الطقوس الفسيخ والبيض الملون والرنجه واخد بالك والملانه والبصل الاخضر الى جانب بقى الظفر بتاع العيد. كل سنه وحضرتك بألف خير. ربنا يعزك، كل سنه وحضرتك طيب. صباح الخير. صباح الخير طيب. وانتم طيبين وعام سعيد علينا كلنا. قولي لي بقى شايفه ازاي المنظر اللي احنا شايفين المصريين كلهم متجمعين علشان يحتفلوا بعيد شم النسيم، ومفترض تاخدوا مركب بعد شويه وتخرجوا في جوله نيليه صغيره؟ هي دي الحياه بتاعت المصريين، الحياه البسيطه، فاحلى فسحه للناس اللي هي مش مقتدرة، وفي نفس الوقت الجو النقي الجميل واحلى، والناس بتستناها من السنة للسنة، بتاخد عيالها واحفادها وبيطلعوا على جنينة الحيوانات، احلى من كده ايه بقى؟ واحلى، مفيش احلى من بلدنا. ايه الطقوس بقى اللي اتعود عليها المصريين في اليوم ده؟ هو الفسيخ. الفسيخ بس الحمد لله يعني
السن الكبير نبطلوش يعني ما نضغطش فيه جامد يعني. صباح الورد. صباح الورد. من المفترض ان بعد حوالي 10 دقائق من دلوقتي هتوصل احدى المراكب اللي هتقل هذا العدد من المواطنين الذي من الممكن ان تستعرض الكاميرا صورتهم الان، منتظرين احدى المراكب التي تقلهم من هذا المكان من المرسى النهري في منطقة مزبيرو وحتى كورنيش النيل في محيط حديقة الحيوان ليبدأوا رحلة جديدة من الاستمتاع في شم النسيم في منطقة حديقة الحيوان. هناك أيضا بمحيط هذا المرسى الذي أتواجد به مراكب أخرى تقل المواطنين في رحلات مختلفة، منها إلى منطقة القناطر الخيرية للاستمتاع بيومهم في هذه المناسبة. ونعود إليكم الآن في صباح الورد. صباح الورد عليك يا محمد. محمد جمال زميلنا من داخل احدى الاوتوبيسات النهريه، وبنقول له كل سنه وهو طيب وصباح الخير عليه.